بس اعطيني اعطيني فشيه انت اعطيني فشيه على مدة يعني تناقض كلامي. اعطيني فشيه قول لي عدنان سوى ثلاثة. طيب جاء درجال ومن سبقه ولم نرى افتتاح لملعب الزوراء، برأيك وين المشكلة؟ شوف الملعب هذا اعتقد بدأوا بيه عام 2012، يعني صار له 10 سنوات في تاريخ العالم مصايره. اي والله المول 50 طابق بشهرين يكمل، شهرين بالعراق مو الملعب ما يكمل هذا 10 سنوات وهو كله 17,000 18,000 متفرج، يعني يعتبر اصغر ملعب. زين يعني هذه كارثه. ليش؟ اكو الشركه المنفذه كانت غير مختصه في عمليه انشاء الملاعب، اثنين تعرف الامور القضايا اللي صادفت، القضايا الامنيه وقضايا المال اللي مر بها العراق، الكثير من التوقفات صارت، لكن الان يمكن اعتقد هو على وشك على الوزير الجديد على العافيه بالضبط راح يجي جاهز. هذا انجاز، هذا انجاز جديد كسب يعني. جمهور الزوراء الوزير الجديد عافيه عليك بالعافيه عليهم. طيب مجله كوره وماذا جاء في المانشيت؟